J'ai voulu, en fait, amener cette technologie au Maroc, créer des emplois, faire en sorte que CNN vienne dire « Eh bien sûr, au Maroc, on a fabriqué le premier chargeur pour les voitures électriques en 20 minutes. » Et on ne le fait pas. On ne le fait pas. إنه ابن المغرب ابن مدينة فاس ازداد وترعرع في مدينة فاس ثم انتقل إلى الديار الأوروبية من أجل أن يكمل دراسته. ومن منكم لا يعرف العالم الكبير العالم الذي قدم العلم الكثير؟ إنه رشيد اليازمي. بهذه الحرقة يتكلم في حوار صحفي على أهمية هذا المشروع الذي سوف يتقدم أو قدمه للمغرب من أجل أن يتبناه أو تتبناه أو الدولة المغربية، وأعطى مهلة لها التي تتراوح ما بين شهران ونصف إلى 3 أشهر. إذا لم تتبناه فالدول الأوروبية قادرة وتراسله وتعطي له أثمنة خيالية من أجل أن تتبنى هذا المشروع، ألا وهو شحن بطارية السيارات في 20 دقيقة. Il y a toujours quelque chose qui bloque et finalement, s'il n'y a rien de fait d'ici la fin de l'année, malheureusement, cette technologie va aller en Chine et en Europe et en Amérique du Nord, mais pas au Maroc. Donc c'est pas Yazami qui veut pas aller au Maroc. Rachid Yazami هو عالم مغربي الأصل. حاليا هو مشهور بأنه العالم اللي اخترع لنا الباتريات اللي راهم كاينين دابا حاليا في الهواتف ديالنا المحموله ولا في الاجهزه التي تعمل بالباتريات حاليا. تعتبر هذه البطاريات المصنوعه من الليثيوم من البطاريات الاكثر امانا في استعمالها، حيث عندما يتم تدهور الحاله البطاريه لا تنفجر. بهذا سميت بأنها البطاريات الأكثر أمانا. صراحة العالم رشيد اليازمي هو واحد العالم اللي مفخرة الدولة المغربية بالخصوص، ومفخرة لتقدم العلم عامة، ومفخرة كذلك بحكم أنه حصل على مجموعة من الجوائز القيمة التي ساهمت بدوره في بروز اسم المغرب عالميا، كما أنه ترشح من أجل نيل جائزة نوبل للعلوم الفيزيائية. لهذا قدم رشيد اليازمي واحد المشروع كبير 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 وكبير بزاف، وهو صناعة بطاريات السيارات الرائدة، وهو مشروع اللي غيكون إن شاء الله من هنا لواحد 20 سنة هو واحد المشروع اللي رائد ويكون جميع الدول وخاصة الشركات التي تهتم بصناعة السيارات فهي بحاجة إلى هذه التقنية وهذه الفكرة. فلبهذا قدم رشيد اليازمي هذا المشروع للدولة المغربية من أجل النهوض بهذا القطاع وتصبح الدولة المغربية رائدة في هذا القطاع. وما نمشيوش بعيد بأن هذه الفكرة فهي فكرة قديمة، أي أنه توجد واحد شركة أمريكية لمختصة في شحن بطاريات السيارات، لكن المشكل ديال هاد الشركة أنها باش تشحن الباتري 100% خاصها حوالي 1 ساعة و10 دقائق، في حين أن الفكرة اللي جاء بها رشيد اليازمي تحتاج إلى 20 دقيقة فقط. وبما أننا اليوم في عصر السرعة فالشخص لا يحتاج إلى تضييع الوقت من أجل أن يشحن بطاريات أو بطاريات سيارته، بل يحتاج إلى وقت صغير جدا. فهذه الفكرة تتناسب مع متطلبات العصر تماما. وحسب بعض الدراسات المستقبلية في ميدان السيارات تقول بأن السيارات الرائدة من هنا واحد 20 سنة حتى 25 سنة ستكون هي السيارات الكهربائية، والعالم كامل غيتخلى على السيارات اللي كتستعمل الديزل أو ليسانس، بمعنى أن السيارة الكهربائية أو السيارات النظيفة هي اللي غتعتمد من هنا إن شاء الله 31 سنة ولا 25 سنة. وبهذا فالمغرب أمام مستقبل زاهد، مستقبل مليء
الإنجازات العالمية، وسوف يصبح المغرب إذا اعتمد هذه الفكرة من الدول الرائدة في مجال السيارات المستقبلية والسيارات النظيفة. وهذا جاء على لسان رشيد اليازر. il y a deux jours j'ai discuté avec un collègue à moi en Californie, un américain qui a une Tesla, et je lui ai posé la question: combien de temps tu mets pour charger dans ce qu'on appelle les superchargeurs, les chargeurs ultra rapides de la Tesla? Il me dit: Rachid, en 30 minutes on me donne 50%. Donc ça veut dire en gros on ne peut pas charger une batterie de voiture Tesla au moins d'une heure. Nous, on a une technologie qui permet de faire ça en 20 minutes. Donc, on bat Tesla. On les bat par un facteur de 3. C'est Tesla. Mais ça, c'est clair, on aime mieux que Tesla. Et d'ailleurs, cet Américain m'a dit: Rachid, je peux représenter ta compagnie en Amérique et on va aller voir Elon Musk et on va lui dire: voilà, on a ce monsieur, Rachid Yazami, le Marocain qui a inventé les batteries au lithium. Maintenant, il a un chargeur qui permet de charger les batteries en 20 minutes. J'ai voulu, en fait, amener cette technologie au Maroc, créer des emplois, faire en sorte que CNN vient dire: et bien sûr, au Maroc, on a fabriqué le premier chargeur pour les voitures électriques en 20 minutes. Et on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'il y a toujours quelque chose qui bloque. Et finalement, s'il n'y a rien de fait d'ici la fin de l'année, malheureusement, cette technologie va aller en Chine et en Europe et en Amérique du Nord, mais pas au Maroc. Donc, ce n'est pas Yazami qui ne veut pas aller au Maroc. بعد ما خرج وكان هذا اللقاء الصحفي مع السي رشيد اليازمي، خرجت وزارة الصناعة أو الوزارة المختصة المغربية كتبنا هذا المشروع. نتمنوا أن هذا المشروع ما يكونش بحال المشاريع اللي سبقات وذكرات قديم اللي كانت هي مجرد كلام في التواصل في مواقع التواصل الاجتماعي. نتمنوا أن هذا الشيء يكون صح، لأن هذا المشروع صراحة مشروع جيد. على حسب بعض المصادر في الدول المغربية استجبت للسي يازمي، نتمنى، ولكن حاليا مازال ما كاينش حتى شي حاجه رئيسيه. نتمنى ان هادشي يكون حقيقي وعلى ارض الواقع. الى هنا محمد كرياني يحييكم، على ان نلقاكم ان شاء الله في فيديو اخر ومع عالم اخر. ما تنساوش تابوناو معنا ان شاء الله، فاشي شي تعليق يكون زوين والراي ديالك في هذا الموضوع وشي يجي معاك شي بارطاج تهلا لي فراسك. محمد كرياني يحييكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.